يا حسين مرك هاي كوعي من العشاء لين أذن الفجر يا حسين. هلا يا حسين يا أبوي، قل أمين. الله يرزقك ما تتمنى في حياتك ولا أخوك. ما راح نصلح لك مكينة السيارة ب7000، بننفض لك السيارة من الصدام للصدام، نخليها ترجع جديدة. دعواتك يا أبوي. زار غازي الزيابي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بتطبيق سناب شات، حيث تلقاه طلبا من أحد متابعيه بيعطاه 7000 ريال لإصلاح مكينة سيارته. واستجاب غازي الزيابي لطلب المتابع، كما أعلن أنه سيقوم بتكفيل إصلاح السيارة بالكامل، قائلا بننفض لك السيارة من الصدام للصدام وبنرجعها جديدة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وأشادوا بحسن تصرف غازي الزيابي مع متابعينه.